نبدا بالاب طبعا. الاب طبعا. مش كده؟ لازم نبدا بالاب. احكي لنا بقى قصه ابرام ويمكن الناس هتقعد تقول لك ايه اللي جاب القلعه جنب البحر ودلوقتي خلاص الناس عرفت انه ابرام لازال بيمارس الطب، يعني مش فعلا. مجرد انه دخل التمثيل راح خلاص بقى. ازاي ده حصل يعني؟ واستقبلت حته الموهبه دي ازاي، ولا اكتشفتها ازاي، ولا ايه الموضوع؟ والله انا عرفتها بالصدفه يعني، ان هو طول عمره متفوق في دراسته ودخل كليه الطب وكان بيذاكر، وبعدين فوجئت ان هو في تقريبا كان في سنه ثالثه او كده، بتوع الامن بيقولوا لي ده في ابرام جايب زمايله وعاملين دوشه في تحت. ف ما خدتش بالي برضه، قلت اه شباب مع بعض وكده، ده بيعملوا موسيقى وبيعملوا مش عارف ايه. بعدين في مره انا مامته قالت لي انا فوجئت ابرام بيمثل في التلفزيون، جابوه في التلفزيون في تياترو مصر. قلت له يا ابني وصلت للكلام ده ازاي؟ كنت فين؟ كنت بتعمل ايه؟ اصل دي مش وليدة لحظة، دي حاجة من هو الطفل المفروض. صدقيني كده. اه سبحان الله. تري هو بقى كان في مسرح الكلية، واستاذ عبد الأشرف عباقي شافهم، وهو وزمايله كان بشوي وحامد تقريبا نفس الجيل. ما تقوليش يا دكتور انت ما كنتش تعرف ان ابنك وهو في الكلية مشترك مع فرقة مسرحية هناك؟ خالص. لا 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 فظيع. لا ده انت طلعت سهن ومش سهل ومكتم كمان، يعني قاعد مع عيلتك في البيت وبتعمل حاجة هم مش حاسين بيها تماما، دي حاجة. هو كان خايف من ان يعني اقف قصاده يعني او اقول له لا او كده. وانا كنت فاكر ان هم قاعدين بيذاكروا يعني مش. بعدين ايه ابراهيم قال لي ده انا في موضوع كذا كذا كذا، فيعني ما معرضتوه صدقيني يعني. انا مؤمن ان اي حد عنده موهبه المفروض ان احنا نساعده ان هو ينميها يعني، بس مش على حساب شغله. طب حضرتك كنت اي نوع من الاباء؟ يعني انا دايما اعرف ان الدكتور بيبقى قوي حريص على ان اولاده يبقوا دكاتره، خصوصا لو عنده عياده يقول لك ده بزنس وانا عايز حد يحمل اسمي ويشيله. هل كنت من نوعيه هذه الاباء، ولا هو بالفعل بيحب الطب وكان عايز يطلع زيك؟ هو كان بيرضيني صريحه يعني. يعني هو متفوق، وكان نفسي عارف ان انا اطلع. هو غاوي طب يعني، هو كان شاطر في يعني، هو بيحب الموضوع. مش مجرد بس مش مجرد انه يرضينا، لا خالص. أوكي. يعني اوكي هو ما كنت بس ما كنتش كنت شايف ان هو يعني بيطلع بينجح وبينجح بتفوق، وما بيذاكرش كتير حقيقه. ما شاء الله. صدقيني ما شاء الله. حتى من الثانويه العامه هو كده. فما كنت مطمن عليه يعني، انا اقول كويس وماشي في يعني ماشي في حياته كويس وكل حاجه. وبعدين حتى في التمثيل بتاعه هو بيحب برده الفن جدا يعني، ومتميز يعني نجح. يعني وطبعا الفضل للاستاذ اشرف عباقي طبعا، اكيد يعني اكيد استاذ بيطلع جيل جديد يعني، شايف المجموعه بتاعته كلها مجموعه محترمه جدا يعني.